بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. تهل علينا ذكرى 11 ديسمبر 1960، ذكرى مظاهرات العالمة التي شهدتها العديد من ولايات الوطن ومناطق الوطن، ومنها ولاية ميلا وبالضبط بمنطقة فرج مزالة سابقا فرجي وحاليا. إذن اليوم حاب نتكلم على أحد الشهداء المغمورين، شهيد قام بخياطة الرايات الوطنية التي حملت ورفعت من طرف المتظاهرين الآتون من مختلف مناطق الناحية الشمالية ببلدية فرج مزالة آنذاك، ومن مختلف ضواويرها ومشاتيها، ومن بينها مشاتي الطورش و عين أم الحجل وعين حمراء وغيرها من المشاتي المجاورة. اليوم راح نتكلم على هذا الشهيد اللي قام بخياطة هذه الرايات، وهو الشهيد ربيعي الربيع المدعو ربيع. هذا الشهيد الذي ولد في سنة 1909 بفرج مزالة، نشأ بهذه المدينة، ثم انتقل إلى العاصمة للعمل هناك، فامتهن حرفة الخياطة بين سنة 1936 إلى غاية 1942. بعد الحرب العالمية الثانية رجع إلى مسقط رأسه فرج مزالة، وبدأ في المهنة الجديدة وهي خياط. وبعد انتداع الثورة التحريرية المظفرة التحق بصفوف منظمة جبهة التحرير الوطني، المنظمة المدنية، في سنة 1956. ومع انطلاق الثورة وحاج الثورة إلى الألبسة العسكرية واللوازم العسكرية، كلف من طرف قيادة الثورة في المنطقة بتوفير وخياطة الألبسة العسكرية للجنود، فانخرط في هذا العمل في تحضير هذه الألبسة وتحضير اللوازم العسكرية، إلى أن اكتشف أمره فنقل إلى السجن الأحمر بفرج مزالة، ومكث به 4 أشهر ثم أطلق سراحه. وقبل هذا كان منزل هذا الشهيد ملجأ للمجاهدين للاختباء والتزود بالمؤونة والعتاد، وخاصة الألبسة العسكرية. ومع التحضير لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 كلف من طرف القيادة بخياطة الإعلام الوطنية رفقة أشخاص آخرين، فكان من بين الذين قاموا بخياطة هذه الألبسة تحضيرا للمظاهرات التي عرفتها في الجمزانة آنذاك، وقام بخياطة العديد من الرايات التي قام المتظاهرون بحملها آنذاك. فبعد ذلك بعد هذه الأحداث، وقامت السلطات الفرنسية باعتقال كل الذين قاموا بالمشاركة أو التحضير، وكان من بينهم الشهيد ربيعي الربيع المدعو ربيح، هذا اللي تم اعتقاله ونقل إلى السجن
الأحمر بالجمزالة. هذا السجن المعروف، هذا السجن الرهيب، هذا السجن الذي عرف التعذيب والتنكيل للعديد من المجاهدين والشهداء، والكثير منهم تم رميهم عن طريق يعني رميهم من كيف الزوابق الموجود بمحاذاة حمام ولا العاشور، أو بإعدامهم مباشرة بالرصاص. فتم نقله إلى السجن الأحمر، ثم هناك عذب ونكل به لينقل فيما بعد. يعني بعد هذه الأحداث تاع 11 ديسمبر بقى في السجن تحت التعذيب، نكل به. ولم يكتفي هؤلاء الجنادون فقط بتعذيبه وتنكيله وغير ذلك من يعني داق الويلات من العذاب، إلى أن يعني فرنسا المستعمرة، فرنسا الاستعمارية، فرنسا الاستعمارية قامت بنقله وإعدامه أمام مرأى ومسمع أهل المنطقة بالقرب من حمام بني قشة. وكان ذلك في 5 جونفي 1961، يعني بعد مظاهرات 11 ديسمبر 1960. تم الاكتشاف بأن الشهيد هو من قام بخياطة هذه الرايات عن طريق وشاية من أحد الخونة، لينقل إلى السجن وليسجن هناك ويعذب هناك تحت التعذيب، يعني من 12 ديسمبر وهو يعني تحت التعذيب إلى غاية 5 جونفي، إن تم نقله إلى حمام بن قشة بالقرب من حمام بن قشة لأمام أهله وأمام يعني سكان المنطقة، وتم إعدامه وقتله برمي بالرصاص. إذن هذا هو الشهيد اللي حبيت نتكلم عليه. للكثير ما يعرفش بلي هذا الشهيد كان واحد من أولئك الذين قاموا بخياطة الأعلام والرايات الوطنية التي رفعت أثناء مظاهرات 11 ديسمبر 1960. رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جنانه المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، حتى لا أنسى هؤلاء من صنعوا ومن قدموا أرواحهم فداء لنحيا اليوم. تحيا الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.